بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. سمحت الشيخ، احنا في إن شاء الله برنامج اليوم نحاول ناخذ سؤالين سؤالين ونجاوبهم حتى يصير حيوية دائما في البرنامج. نبدي الأخت اللي تسألت عن طريق الأخ سعيد من أوكرانيا، وإن شاء الله على إيد الأخ سعيد إن شاء الله تتشيع إذا جاوبتوهم السؤالين إن شاء الله. المصدر من كتب أهل الخلاف أن عائشة لعنة الله عليها سمت النبي وقتلته صلى الله عليه وآله. جوابنا على ذلك، إذا أرادته بتفصيل فعليها أن تعثر أو تحصل على كتاب الفاحشة، تطلبه إن شاء الله ويصل إليها، تقرأ الفصل الخامس الذي هو بعنوان قاتلة الرسول صلى الله عليه وآله. إقامة الدليل على أن عائشة قد قتلت النبي صلى الله عليه وآله فيه كلام طويل وعريض كثيرا. إن أرادت دليلا صريحا بذلك فلا تجده إلا عند أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإنهم نطقوا بصراحة واتهموا هذه المرأة بأنها قتلت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إن أرادت دليلا صريحا من كتب أهل الخلاف فهذا لا يتوقع بطبيعة الحال، وإنما ما الذي تجده في كتب أهل الخلاف؟ تجد ما يسمى في العلم قرائن. في المنهج العلمي أحسنتم، قرائن. القرائن إن تضافرت واجتمعت وعاضد بعضها بعضا وكانت مؤيدة لصراحة جاءت من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنها تدفع المسألة إلى الثبوت واليقين. المسألة واضحة، يعني المنهج العلمي هكذا يقول، أنه هذا قول أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي روته شيعتهم عبر العصور، أن عائشة قد قتلت جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فالباحث حين ينطلق يجد دليلا بهالصراحة، يفتش الآن فيما رواه أولياء عائشة وشيعة عائشة وأتباع عائشة عبر العصور، فإن وجد ولو أدلة غير صريحة فيها ملامح هذه الجريمة فإن ذلك كاف في التحقيق، إلى كاف في مسألة ثبوت هذه الجريمة عليها، لأنه تلك القرائن قد عضدت تلك الأدلة الصريحة. عينا مثل ما الآن أي شخص محقق يحقق في أي جريمة قتل، إذا هذا جاء إلى أولياء المقتول ووجدهم يتهمون فلانا بشكل صريح، ثم ذهب إلى أولياء القاتل، يعني مثلا ابن القاتل، ابن عمه، أخوه، كذا، شاف أكو في كلامه قرائن على أنه بالفعل هذا يجي منه، هذا الشيء يأتي منه، تأتي منه مثل هذه الجريمة، فالمحقق يرتب الأثر على ذلك ويرفع تقريره إلى الأجهزة المختصة وإلى القضاء ويقول نعم هذه كلها قرائن تعتبر دليلا مستقيما وثابتا في ثبوت هذه الجريمة. فالآن على شكل سريع فقط أذكر دليلا منها هنا دليلا منها هنا، يعني دليل في السؤال الأول السؤال الثاني، والتفصيل كما قلنا في كتاب الفاحشة ضروري أن تقرأه وتقرأ تطالع هذه الفصول بتفصيل. فلتلاحظ مثلا هذا الحديث المروي في البخاري في الجزء الثامن الصفحة 42 ومسلم في الجزء السابع الصفحة 42 كذلك. الحديث عن عائشة قالت: لددنا رسول الله في مرضه وجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية الدواء. فقال صلى الله عليه وآله: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
بهذا المضمون أيضا روى أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء السادس صفحة 53 أيضا عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه فأشار إلينا ألا تلدوني، قلت: كراهية المريض الدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكن. فلتبحث هذه الأخت في موضوع هذه الأحاديث، ما هي هذه المادة الغريبة التي زعمت عائشة أنها لدود، يعني وضعت في أحد شقي الفم لما كان النبي صلى الله عليه وآله مغشيا عليه؟ ما سر هذه المادة الغريبة؟ لماذا نهى النبي عنها ومع ذلك عصوا أمره ووضعوا هذه المادة؟ ثم لماذا تدهورت الحالة الصحية للنبي صلى الله عليه وآله بعد هذا الموقف مباشرة، بحيث أنه ما طول يومين واستشهد؟ شنو هذه المادة وتفصيل هذه المادة؟ كله تجده إن شاء الله في كتاب الفاحشة. زين، أما بالنسبة إلى زنا عائشة، إيه زنا عائشة، فأيضا الدليل مفصل، وهذا أيضا كان كلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إذا اتهموا هذه المرأة بأنها قد زنت مع طلحة في طريق البصرة، وهذا قولهم، فلما أيضا نفتش في مصادر أهل الخلاف ونجد قرائن كذلك تدعم هذا القول وتدعم هذا الدليل، فإن ذلك يدفع الباحث إلى اليقين بهذه المسألة. عليها أيضا أن تراجع كتاب الفاحشة الفصل السادس المتكفل ببيان هذا الأمر، وهو بعنوان: عركية زانية سلحوت ماجنة. إحدى تلك القرائن فقط أخرج مسلم وابن حبان والبيهقي عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن هؤلاء أسناد مختلفة، المصدر هكذا: صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 164، صحيح ابن حبان الجزء الرابع الصفحة 217، سنن البيهقي الجزء الثاني الصفحة 416. شوف أنت لما تستمع هكذا حديثا، يعني شنو تفهم؟ أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه. محتلم. الرجل نزل بعائشة يعني بالليل ظل معاها، رجل نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله فركا فيصلي فيه. بعد أكثر في كثير من هذه الأحاديث، كثير من هذه الأحاديث التي يعني تبعث على التقيؤ، تبعث على التقيؤ. فصل كامل روى ابن أبي شيبة، هذا هو من شيوخ البخاري، من الثقات عنده، في مصنفه الجزء التاسع الصفحة 483 والجزء الحادي عشر الصفحة 429 عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: لعلنا نتصيد بها بعض شباب قريش. شنو معنى شوفت؟ زينت. يقول ابن الأثير في شرح هذا الحديث، وهو أيضا من علماء أهل الخلاف، في حديث عائشة أنها شوفت جارية فطافت بها وقالت: لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش، أي زينتها. يقال: شوف وشيف وتشوف، أي تزين، وتشوف للشيء أي طمح بصره إليه.
يعني ماذا تريدون أكثر من هذه القرائن؟ امرأة كانت تزين الجواري تطوف بهن في السكك والطرقات، أم المتسكعين تطوف بالسكك والطرقات تتصيد الشباب فتيان قريش. شي يسوون هذول الشباب؟ ينزلون عليها فيصبحون يغسلون أثوابهم، اتعلمهم غسل الجنابة كما في رواياتهم وفي صحاحهم صحيح مسلم وغيره، أنها كانت تعلمهم ماذا؟ غسل الجنابة. خوش، وين هذه رواية مالت غسل الجنابة؟ ها هي. لا مو هذه، هذه مالت الوضوء. فضايح أكل يا عائشة، فضايح كثيرة. هم الوضوء نفس الشيء، جاءها شخص، خلي أنقل هاي الرواية مال الوضوء، يمكن ما ناقليها من قبل. هذه رواها النسائي في الجزء الأول الصفحة 86. أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، يعني أجير عند عائشة، رجل بالغ. فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ، تعلمني شلون أتوضأ، مو؟ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا، يعني عائشة ما كانت تلبس نقاب، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، يعني كشفت عن يديها، إغراء تسوي، ووضعت يدها في مقدم رأسها، يعني هم كشفت شعرها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، كل الشعر هم انكشف على وضوء المخالفين، لأنه هو الشكل يمسح المسكين. ثم أمرت يدها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك. وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. يعني في فترة ما كان هذا عبدا مكاتبا تكشفت أمامه، تكشفت، وهذا حرام، يا ريت فقط هذا تتكشف. أشياء أخرى أيضا كانت تتكشف عنها. زين، أين رواية عائشة في تعليم غسل الجنابة؟ طلع الفهرس، سمعت شيء الفهرس؟ ما أظن. أي هذه، هذه إحداهن على ما يبدو. أها، هذا أخرج مسلم صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 176، وأخرج النسائي كذلك في سننه الجزء الأول صفحة 127، أخرج أحمد في مسنده الجزء السادس صفحة 72، البيهقي في سننه الجزء الأول صفحة 195. ولنأخذ لفظة صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. طبعا هم كان الرضاع الكبير هذا. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع وبيننا وبينها ستر جيد، وأفرغت على رأسها ثلاثا، ثلاث مرات صبت على رأسها، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. زين، هنا قد واحد يقول أكو ستر، فإذا ما تكشفت؟ الجواب لا، لأنه إذا كان الستر حائلا تماما يمنع البصر، فمعنى ذلك ما هو؟ أنه ماكو فائدة. فشلون يشوف؟ يقول أفرغت على رأسها ثلاثا و الأمور التفصيل هذا كله، شلون يشوف؟ الحل عند من؟ عند النووي شارح مسلم. يقول النووي في شرح مسلم، يقول كما نقله عن القاضي عياض:
يقول ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها، كان يشوفون. ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى، إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له. وإنما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره، والله أعلم. يعني بس سترت الجزء السفلي، الجزء العلوي ما كان مستورا. زين، هذان الرجلان كيف دخلا على عائشة؟ يقولون واحد منهم أخوها من الرضاعة، أي رضاعة؟ هم قالوا رضاع الكبير، هذه بحد ذاتها مصيبة. الثاني زين، الثاني شلون؟ شنو حل هذا الثاني؟ مرافق. وهذا ارتضع هذا أيضا حتى يدخل عليها، هذا شنو حله؟ وأساسا ليش يعني ما كان أكو أحد في المدينة المنورة كلها من الصحابة الأجلاء الفقهاء العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم وطيحظهم، كل هؤلاء ما كان واحد منهم مؤهل أنه يسأل عن كيفية غسل الجنابة؟ ماكو إلا عائشة، يعني ماكو إلا عائشة. يعني إش عجب بس عائشة فقط؟ شوف أنت لاحظ هاي المسألة، إش عجب فقط عائشة من بين كل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بس هاي شغلاتها، حولها فقط تحوم قضايا رضاع الكبير، تشويف يعني تزيين الجواري واصطياد شباب قريش، يبات الرجال في بيتها، يحتلمون في بيتها، اتعلمهم الوضوء، اتعلموا غسل الجنابة، اتعلمهم يمكن حتى الاستنجاء. يعني ايش عجب، هذا يثير الريبة أم لا؟ لا شك يثير الريبة. لماذا؟ ما كان أكو أحد ممكن أن يفهم هؤلاء غسل الجنابة؟ زين، هذول التيسان هذان اللذين دخلا على عائشة كل واحد قد التيس، ما كان يغتسل طول عمره، شنو كان يسوي؟ ولا مرة مغتسل، ولا مرة متعلم صلواته شلون، صيامه شلون، عباداته شلون، طوال هالفترة ما كان يعرف غسل الجنابة شلون؟ وما كان أكو غير عائشة؟ لا يا إخوة، القضية هكذا كما قرر أئمتنا عليهم السلام. هذه امرأة فاجرة كانت، المرأة الفاجرة في وسط مجتمع محافظ كمجتمع المدينة آنذاك، كانت تريد لكي تفجر تطلع مسوغات شرعية. فش تسوي؟ تروح تشوف الجواري، ما أدري شنو، حتى الناس يأتون، ما أدري تطلع لها حكم رضاع الكبير حتى الناس يدخلون عندها. الناس هم لما يدخلون، لما يطلعون يسألونهم أنت شنو تسوي عند عائشة طول الليل؟ يقول كانت تعلمني غسل الجناب مثلا، فيقول هاي الروايات، كانت تعلمني الوضوء مثلا، كانت تعلمني شلون أفركه، أفرك المني أجلكم الله من الأثواب. فهذه كلها قرائن تتضافر بعضها مع بعض إلى أن بمجموعها تثبت كلام الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. هذه امرأة قذرة، وسخة كانت، فاجرة. ليقرأ كل إنسان بإنصاف الفصل السادس بالذات من كتاب الفاحشة وليرى كل هذه الأدلة. يعني إذا بعد كل هذه الأدلة، بعد كل هذه القرائن، بعد كل هذه الشواهد، بعد كل هذا لا يصل إلى مسألة أنه هذه امرأة فاجرة، امرأة منحرفة أخلاقيا، هذا إنسان في عقله خلل. يعني خلي يترك عقله بعد يتنازل عن عقله، ما نقدر أيها الإخوة. يعني شوفوا المسألة مو مسألة عداء شخصي لعائشة، أنا ما عندي هم عداء شخصي لعائشة، عداء مبدئي عندي، أكرهها بسبب هالتصرفات. ما أقدر يعني أمام الواقع، أمام التاريخ، أمام الأدلة، أمام الحقائق، ما أقدر أتخلى عن عقلي أقول هذه امرأة كانت شريفة، ما أقدر. فإن شاء الله هذه الأخت تهتدي إن شاء الله وتبتعد عن عائشة وأمثال عائشة. أحسنت سماحة الشيخ، وإحنا نقول الأخ سعيد إذا شايف من الأخت هداية خليه يتصل فينا بعد البرنامج، يبعثنا عنوانه الكامل ونبعث له إن شاء الله الكتاب. ان شاء الله الله يهدي، وانا ادفع الحساب بس افضل عنده. اي لا، يعطي كتاب واحنا ندز له ثانيه ان شاء الله.
سمحت الشيخ، السؤال الثاني المكرر من أكثر من واحد، وهو لماذا تتطرقون إلى ما يعرف برموز الشيعة، بما أن يعني بيننا اختلاف، وبيننا اختلاف بالآراء على حسب قول أبو محمد وهو من متابعينا، ولكن يقول أن عنده نفس الكلام المكرر، لدينا عدو مشترك، لذلك نتغاضى عن الأخطاء الداخلية ونتوجه إلى العدو الخارجي أو العدو الآخر مثل ما قال. يعني ذكرنا أولا أكثر من مرة أنه بادئ ذي بدء أن نحن لا نسلم أن هؤلاء رموز شيعية أصلا. هؤلاء رموز إما بترية أو وحدة موجودية، سميها ما شئت، عرفانية منحرفة، يعني مناهج حذرنا منها الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ونحن نحاربها كما أمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. حتى في إحدى الروايات أنه من جاهد هؤلاء المنتحلين للتشيع ويميلون إلى مثل هذه المناهج كمن جاهد الكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لابد أن يستوعب الأخ ونستوعب جميعا أنه ليس كل من ينتسب إلى التشيع ويعلن نفسه رمزا من رموز التشيع هو بالفعل صادق في ذلك. يعني لابد أنه فيما بيننا مندسون، لابد فيما بيننا منحرفون، لابد فيما بيننا أناس اتخذوا آلة الدين للدنيا. قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه، صائنا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. فنحن لابد أنه لا نستجهل الأمة، لا نستجهل أبناءنا، نقول لا، كل هؤلاء الذين تسموا بالمرجعية والفقاهة هم جميعا يعني معتبرون ومسلم بهم ويحترمون. لا، هذا مناقض لكلام الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. واجبك هو أن تبحث وتفصل وترى وتعزل من هم هؤلاء الذين تطفلوا على ساحة الفقه والمرجعية والرمزية الشيعية وكانوا منحرفين، إما من أهل الدنيا والسياسة وتسييس الدين، وإما كانوا من أهل المناهج المنحرفة كالبترية وما يسمى بالعرفان. المصلحة. فإذا هذا الأمر الأول، أنه نحن أساسا لا نقر أن هؤلاء رموز شيعية، بل بالعكس هؤلاء يعتبرون من ألد أعداء التشيع، لأنه الشيعي ما يتأثر بالعدو الخارجي. هل رأيت في عمرك شيعيا يتأثر من ناطق بكري؟ أبدا. ولكن يتأثر الشيعي من ناطق باسم التشيع كمحمد حسين فضل الله مثلا، يتأثر ويأخذ بمنهجه، لأنه يتصور هذا شيعي، يحمل عمامة الشيعة ورداء الشيعة ولباس الشيعة ويتكلم بمنطق الشيعة ويبدأ كلامه بالصلوات ويختمه بالدعاء: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، على نفس السليقة والسياق الشيعي، فيمرر من خلال هذا أفكار المنحرفة، وبالفعل الناس تأخذ بها. هؤلاء الذين اليوم يترضون على أبي بكر وعمر اقتداء بإمامهم محمد حسين فضل الله، كيف يترضون؟ لو كان أكبر رمز بكري يذبح نفسه طول عمره حتى يقنعهم بأبي بكر وعمر يترضون، ما كانوا راح يترضون، شيء واضح. لكن كلمة من محمد حسين فضل الله أثرت بهم، كلمة. ليش؟ لأنه باسم التشيع. فهذا العدو الأساسي في الواقع. أنا أصلا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي أنه جاعل في أولوياتي فضح ذلك العدو الخارجي، إنجاز التعبير، اللي ما يأثر على شبابنا الشيعة، على أساس أني يعني أريد أن أغزوهم، يعني أغزو دورهم وأجعل أبنائهم يتشيعون كما يتحقق بحمد الله تعالى. يعني هكذا أرتئي فأقول أغزوهم قبل أن يغزوكم، فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. يعني أعمل بهذا الحديث، بهذه التوصية العلوية، فأسأل الله تعالى أن يغفر لي، أنه أنا مدى أركز وأجعل الأولوية لمحاربة هؤلاء الخبثاء اللي ينتحلون التشيع، وهم أكثر الأعداء خطرا، أكثر الأعداء خطرا، لوثوا ولعبوا بديننا، بهذا الدين الذي جاءنا عن طريق الأئمة الأطهار عليهم السلام، بالدماء والتضحيات، الآن يتلاعبون به من أجل مصالحهم ومن أجل أفكارهم الشيطانية، وجعلوا الناس تعتقد بدين آخر وبمذهب آخر على أساس أنه هذا هو التشيع، وما هو بتشيع، وما هو حتى بإسلام. ليس مسلما هذا الذي يعتقد مثلا بأن الله وخلقه واحد،
وحدة الوجود والموجود مثلا، على أي حال فلا أرى مصلحة أبدا في السكوت عن هؤلاء، بل على العكس أرى أننا مقصرون إذا سكتنا عن هؤلاء، وما زلت أعتبر نفسي إلى هذه الساعة مقصرا، ما زلت أعتبر نفسي مقصرا. أما الدعوة أنه عندنا عدو مشترك، فيا أخي إحنا ليش نهول من العدو المشترك؟ من هو العدو المشترك؟ الوهابي مثلا عدو مشترك؟ قل لي بربك، يعني إحنا ليش نعطي الأمور أكبر من حجمها؟ هذا يا وهابي اللي يقدر يأثر على زعطوط شيعي، مو بعد مثقف شيعي، هذا الطفل طفل شيعي، خلي يجي وهابي يقعد أمامه ليل نهار ليل نهار يقعد يكلمه، جيب لك مثلا منو تجيب لك؟ القرضاوي جيب لك، شيخ الأزهر جيب لك، خلي ياخذ طفل شيعي عمره 10 سنوات يقعد وياه أسبوع كامل، شهر سنة يقعد وياه حتى يعلمه أبو بكر وعمر وعائشة، أم يرد آخر شيء يقول له لعنة على عائشة وعلى أبو بكر وعمر، ماكو فائدة، يعني ما ينجح. فليش نعطي أكبر من قيمته؟ شنو العدو الوهابي العدو البكري؟ الشيء يطلع أصلا شنو قيمته أصلا؟ يأثر على منو من عندنا؟ بالله عليك منو يأثر؟ يأثر على منو؟ ما يأثر على أحد. خو ليش إذا بدنا نواجههم؟ أنا فصلت لكم هذه القضية ذات مرة في تلك الزاوية بعد المجلس الأسبوعي لما صار حديث في هذا الموضوع، قلت إنما هما سببان، إحنا ليش بدنا نواجه هذا العدو البكري والعدو الوهابي؟ سببان لا ثالث لهما. السبب الأول قضية أغزوهم قبل أن يغزوكم، بس أنه إحنا نواجه على أساس نستنقذ شبابهم، ندفعهم إلى التشيع، نجرهم إلى التشيع، مو أنه ندافع عن أنفسنا، إحنا ما ندافع عن أنفسنا، إحنا لهذا السبب إحنا نواجههم. والسبب الثاني أنه هذا العدو التاريخي التقليدي، بس صراع من قبل 1400 سنة لازم يستمر، بس يعني ما يصير نقعد عن هذا الشيء، خلاص أكو بكرية أكو مقابلهم رافضة، أكو موالات للحكومات أكو معارضة، لازم يستمر، يعني مثل ما أنا المعارضة، معارضة إذا أكو الأوبوزيت ذولا حتى لو ماكو مشكلة لازم يطلع له مشكلة مع الحكومة بأي طريقة، رئيس حكومة الظل لازم يطلع له مشكلة مع رئيس الحكومة المنتخبة الأكثرية في البرلمان، لا يطلع له هسه مشكلة، أي مشكلة يطلع له حتى لو مشكلة أنه هذا ما لابس عدل، خلي يكون أي شيء، يعني هذا الصراع لازم يستمر بنحو أو بآخر، هذا الصراع الجدلي الحضاري لازم يستمر. وإلا إن أردنا الإنصاف حقيقة، أردنا أن نحترم عقولنا، فاللي بالفعل عدو يعني ممكن أن يؤثر يعني حقيقة على شبابنا، هاي الموجات الإلحادية، الموجات التحررية الإباحية الغربية اللي جايتنا من الثقافات الغربية بشكل عام، هذا اللي يأثر على شبابنا في الواقع. وإلا الموجة الوهابية بالله عليك تأثر على شبابنا؟ لو الموجة البكرية بعد، لو موجة منه أخوان مسلمين مثلا، منه يعني يطلع؟ فالقضية هكذا، يعني لا نعطيهم أكبر من حجمهم، هذول بعض الحمقى اللي يطلعون مخلين الوهابية هم أس المشكلة، مو أس المشكلة الوهابية، الوهابية فرع للمشكلة، المشكلة الأساسية أبو بكر عمر عائشة الثالوث المقدس، هذا أنت شيله يطير الوهابي وأبو الوهابي، شنو مدوخ العالم ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية، وعلى هذا المستوى الضعيف العلمي ايضا، هذا مو هذا هو صلب المشكل الحضاري بيننا وبينه، مو قضيه ابن تيميه، بل ممكن ان نتعرض له احيانا هكذا في ثنايا الكلام، بس انه نصرف جهدنا واعمارنا واعمار الناس من اجل تسقيط ابن تيميه، وشنو ابن تيميه؟ شنو قيمته اصلا؟ انت سقط الاصل، شوف هذا ابن تيميه يطير بهفه بعد ما يصير الى اصلا اي مقام. فلا يا أخي امضوا، وهذا شيء جدا مهم أنه هؤلاء يتوجه إليهم ويكشف زيفهم، وليس كل من تسمى بالتشيع لابد من احترامه، وإلا نقع في نفس الفخ الذي وقع فيه المخالفون، لأنه كل رمز عندهم صار مقدس ومحترم، احنا بدنا نسوي نفس الشيء، صار عندهم عدالة الصحابة احنا مسويناهم عدالة شنو؟ العلماء، المراجع والعلماء والمعممين. أحسن سمعت الشيخ، ناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو مرحبا. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضل. من معي لو سمحت؟ الشيخ الآن؟ اسمك من معي؟ حسين.
من من يعني هنا من بريطانيا، بس انا عراقي يعني جاي هنا. تفضل تفضل اخوي حسين، انت على الهواء مباشره، تفضل. الشيخ ممكن اتكلم وياك؟ نعم تفضل. نعم تفضلوا. الشيخ بس انا ارد استفسر، يعني انا حقيقه عراقي برد استفسر يعني بعض الامور اللي انا اعرفها، وانت هم يعني عندك يعني تفسر لي اياها، انا حسد اباوع عليك حاليا يعني. هل انه فعلا عمر بن الخطاب تزوج بنت سيدنا وامامنا علي بن ابي طالب عليه السلام، ام كلثوم اللي هي اخت الحسن والحسين؟ هل هذا شيء صحيح؟ نعم. ام انا غلطان؟ اخوي حسين انت من متى تتابع قناه فدك؟ انا اتابعكم حقيقه يعني بين فتره وفتره، انا يعني انسان مشغول يعني دائما اشتغل وكذا، بس بالليل اجي يعني اتابع شيء بسيط وانام يعني. ما الله يعني ما الله يكون بعونك ان شاء الله. طبعا هذا السؤال جاوبناه اكثر ممكن 5 مرات، بس راح ابد ما سامع، ابد ما سامع الجواب. ان شاء الله نتطرق يعني لتطرق سريع. عندك شيء نعم. ثاني اخوي حسين؟ السؤال الثاني ايضا موجود في سوره يونس. في سوره يونس الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. في سوره يونس، بس ما اعرف بالضبط يا ايه، بس الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما معنى الآية بالضبط يعني، يعني يمكن شوي يمكن عندي اختلاف فيها بسيط، يمكن ما حافظ بنصا يعني. فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. فما حكم الدعاء من الولي أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما حكم هذا الدعاء يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فأسعد فإنك إذا من الظالمين. نعم. هذا السؤال الثاني. ممكن أسأل سؤال ثالث لو ماكو مجال؟ تفضل. يعني تسجلون أنتوا الأسئلة؟ قاعد أسجلي طبعا. أي نعم. أريد أسأل في السؤال آخر أيضا لو سمحتم، وهو أنه أنا حقيقة يعني إحنا شيعة وصايرين سنة، احنا شيعة صايرين سنة يعني. راح احكيكم الصراحة يعني ما ارد اخفي عليكم يعني، وبس اني يعني احب سيدنا علي بن طالب، واشهد ان علي ولي الله، واشهد ان الحسين ولي الله، واشهد ان الحسن ولي الله، ما عندي اي مشكلة يعني احبهم. واني حقيقة اني معاشر السنة يعني، اني معاشرهم خصوصا بالعراق يعني، يحبون آل البيت حب يعني ما يتخيل عقلك، بس انا اقول لك ما يدعون من عندهم، ما يقولون يا علي، يقولون يا الله، ما يقولون يا حسين، يقولون يا الله، بس يعني يحبون سيدنا الحسين، يحبون سيدنا علي بن ابي طالب، يحبون آل البيت كلتهم، يعني انا معاشرهم هنا هم يعني اصلي بالجامع، هم اروح للجامع اصلي. هسه كل ذكرى مقتل سيدنا الحسين يذكروا بالايام الجمعه يعني. فيعني ليش يعني هاي المسائل تصير يعني بيناتنا؟ بس هذا ارد اساله يعني. نعم. احسنت اخوي حسين، اتمنى اسمع الجواب. حياك الله، تفضل. ان شاء الله بالقناه راح تسمع، ان شاء الله نعطي مجال. يعني اتابعكم هسه حاليا؟ اي نعم ان شاء الله. ماشي. حياك الله. سمحت شيخ، ممكن تجاوب على الاخ لان عنده 3 اسئله، وان شاء الله نتلقى الاسئله بعد الاخ. السؤال الاول ام كلثوم، والسؤال الثاني سوره فلا تدعو. اما بالنسبه للامر الاول، تقدم منا اكثر من مره ان هذا امر لم يثبت، والاثار فيه ضعيفه، وغايه ما تثبته الاثار ان سلمنا بها أن عقدا إكراهيا قد وقع، ولم تجتمع أم كلثوم بعمر عليه اللعنة مطلقا حتى قتل بسيفي أو بخنجر أبي لؤلؤة، إنها وندي رضوان الله تعالى عليه. السؤال الثاني شنو كان؟ سورة يونس، فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن باي. فعلت فإنك إذا من الظالمين. فما حكم هذا الدعاء من النبي والولي؟ ظهره متأثر بالثقافة البكرية. يعني هو حتى لهجته يعني أنا يعني أستبعد أن يكون شيعيا وتسنن على تعبيره. ليش؟ لأنه يقول سيدنا الحسين وسيدنا، هذا عادة الشيعي اللي من الأصل شيعي متربي ما يقول سيدنا، يقول الإمام الحسين عليه السلام. أيضا الشيعي اللي عادة متربي شيعي يعني يقول أهل البيت، ما يقول آل البيت، هم أكثر يقولون آل البيت. على أي حال، إحنا نحسن الظن، ما نقول الرجل كان يمثل علينا، بس يعني نحسن الظن نقول هكذا. فنقول لا شك أن الذي يدعو مع الله إلها آخر
فهذا لا شك كافر مشرك. هل أحد من الشيعة يعتقد في أن علي الحسن الحسين أئمة أهل البيت عليهم السلام آلهة فيدعوهم من دون الله؟ لا أحد يقول ذلك. الجاهل البكري هو هكذا يقول، يقول يعني لما أنت تقول يا علي يعني أنت تعتقد أنه هذا إله، مثل ما أنت تقول يا الله، يعني يريد أن يحملني ما لا أنا أقول به ولا أعتقد به. جاهل جاهل. أنا أقول يا علي يعني يا علي اشفع لي عند الله، ما أقول يا علي يعني يا علي أنت الله، مثل ما أقول يا الله، مو هذا هو المعنى. حتى لما أقول يا علي أغثني، يا علي أغثني، مثل ما أنت الآن ماشي بالشارع فجأة وإذا بك توقع بحفرة، ما الشكل، فعندك صديق اسمه علي أو وليد، هسه خلي يكون وليد اسم بكري شوية، يقول يا وليد أغثني ساعدني، شنو واحد يجيك يقول لك أنت ترى مشرك؟ ليش تقول يا وليد أغثني؟ قل يا الله. يقول صحيح، بس أنا أعتقد هذا وليد خو موجود يسمعني حتى يغيثني بإذن الله تعالى، الله أعطاه قدرة أنه يتحرك ويمشي إلى أن يأتيني إلى الحفرة يمد إيده حتى يطلعني. ولا شك ما أعتقد بوليد أنه هذا إله من دون الله عز وجل. فالبكري متى يتحرر من العقلية الجامدة اللي هو عايش عليها؟ متى؟ افهم، لما نقول يا علي، لما نقول يا محمد، لما نقول يا فاطمة، يا حسن، يا حسين صلوات الله عليهم أجمعين، يعني أنا أريد الغوث من هؤلاء بإذن الله، بإذن الله، الله أعطاهم مقام الشفاعة، بس الله أعطاهم مقام الشفاعة، الله أعطاهم مقام أنهم لما يدعونه يستجيب إليهم، الله أعطاهم مقام أنهم لما يأمرون الملائكة الملائكة تستجيب إليهم، هكذا. إذا تقول قول يا علي شرك، قول يا محمد شرك، إذن كل مصادرك تصير مشركة، لأنه أنت عندك أحاديث صحيحة، عندكم النبي كان يعلم الناس يقول لهم روحوا قولوا يا محمد اللهم صل صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، هو في أحاديث موجود، أحاديث صحيحة كان يعلم الناس أنه روحوا من في غياب النبي، مو أمامه، في غياب النبي كان يقول علمهم روحوا أنتوا اقعد أمام القبلة وقول يا محمد إني توجهت بك إلى الله ربي وربك، موجود في أحاديثه. الأعمى، قصة الأعمى، أحسنتم، قصة الأعمى الضرير وهذا وإلى آخره، حديث عثمان بن حنيف موجود. بس المشكلة هي هذه، أنه البكري غباء وجهل ويسمع فقط من مشايخه المضلين، هؤلاء الأبالسة الشياطين المأبونين، هؤلاء يجون يعلموا يقول شوف شوف ترى الشيعة لما يقولون يا علي يعني الله، يعني الله علي، هو علي الله، استغفر الله تعالى، من يقول بهذا عندنا مشرك نجس، اللي يقول أنا أقول يا علي يعني علي الله مشرك نجس عندنا، ما نقول بهذا والعياذ بالله. متى راح تفتهمون؟ متى راح تتعلمون؟ حتى الآية اللي استشهد بها ما لها ربط بهذا المقام، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، مو مطلق الناس، مو مطلق الناس. نعم أحسنت سماحة الشيخ، ونحاول شنو السؤال الثالث كان؟ هذا السؤال الثاني، السؤال الثالث مرتبط بالسؤال الثاني، يقول نحن احنا ايه؟ شيعة وصايرين سنة على حد تعبيره، خلاص جاوبنا عليه، يرتبط بالسؤال الثاني. خلنا ناخذ اتصالات الاخوان احسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منو معي؟ لو سمحت بس طول صوتك شوي، ارفع صوتك لو سمحت. نعم ممكن نتكلم مع الشيخ؟ نعم، منو معي؟ علي من الجزائر، تفضل. تفضل علي. ألو؟ نعم تفضل، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تكلم مع الشيخ؟ نعم ها أنا ذا أسمعكم، تفضلوا. الشيخ. نعم. لو سمحت أخ علي لا تسمعنا من التلفاز. أخاف على أمتي. نعم
لا لا حاول لا تسمعنا من التلفاز لأنك تتأخر الظاهر تسمعنا من التلفاز. نعم. خليك معنا على الهاتف تفضل. نعم. أخوف ما أخاف على أمتي. ألو؟ إيه نعم نعم, نعم. تفضل. نعم. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن وأنا أراك من هؤلاء. ليش يا علي؟ لأن ليش؟ إيه عطنا سبب عشان لا تكون بس قاعد تتصل بس حتى تجادل وبس يعني كلام سيء الألفاظ يتكلم عطنا دليل لا علمي. لا 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 مش كلام سيء يعني إنسان يعني يفتري على الصحابة الكرام ويفتري على أصحاب رسول الله الكريم. نعم علي يعني الدليل قاعد يعطيك دليل بالحقيقة أفتري؟ لا مو رد الكلام اللي تفضل فيه سماحة الشيخ رد علمي يعني حاول يلا الحين الكلام مثلا بالبداية ورقة البحث ساعة وربع تطرق إلى أحاديث كذب من صحاحكم ممكن أنت تجاوب هذا أو تشكل على كلام كل هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ نعم يعني كلها مؤولة ومصورة نعم عطنا التأويل تفضل نعم. تفضل لك المجال أنا بعطيك ربع ساعة تعطينا التأويلات اللي موجودة عندك تفضل وأنا أتابع قناة فدك منذ زمن طويل نعم ما مرت ليلة واحدة إلا والشيخ يتطرق فيها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويلعنها لحظة لعنة لحظة لا فيها إلا اللعنة والسب والشتمة واللطمة والبكاء والنواح هذا هو دينكم بدليل ولا مو دليل يعني هل احنا هل نترك الكلام وتشككون في غيركم وتتهمونهم بانهم ابالسه وانهم منافقون وانهم زين الحين علي انا الحين انت الحين خرجت الموضوع انا الحين ما. الحين معطيك مجال أنا ما اغلق عليك اتكلم عن اللعنة انتم أوكي. انتم طوال حياتكم تلعنون الصحابه الكرام نعم في وانا اريد في ختام مداخلتي هذه ان اقول كلمه واحده لعنه الله على شوف الحين بدأ لا تجاوز عطيته مجال إنه يقول يتكلم يناقش ومثل ما في إخوان من الجزائر اتصلوا وإحنا نفسنا شخصيا اتصلنا عليهم وعطيناهم مجال يناقشون وبال يعني عطينا ربع ساعة واللي نص ساعة حلقة كاملة خصصناها لأخ عبد الله من الجزائر هذا واضح إنه ما عنده شيء فاضي يقول مؤولة عطيته مجال إنه يرد التأويل ما لا قيمة ما عنده شيء فيه يعني ما عنده من علق عليه ما لا قيمة ما لا قيمة يعني المشاهد يحكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟ الأخ أبو رضا من البحرين حياك الله أخوي أبو رضا تفضل جزاك فضلك أولا أسلم عليك وعلى سماحة الشيخ المجاهد شيخنا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم إن شاء الله لكم سلامي موصول للأستاذ المعلم سيد مجتبى الشيرازي حفظه الله وعليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال للأخ عبد الله تفضل طبعا موجه لسماحة الشيخ ياسر الحبيب يعني في الآونة الأخيرة كثر الكلام عن أننا الشيعة نشتكي الظلم في بعض الأماكن والاضطهاد وما يجري علينا وفي نفس الوقت في الأكثرية الرسمية فلنقل يعني العالم يشوفنا الآن من خلال الجمهورية التي تدعي التشيع طبعا فشوفنا أننا مناصرون لحزب البعث السوري وما يقوم به من مجازر وقتل للأطفال والنساء فنريد رجائي من سماحة الشيخ أن يبين للعالم بأسره نحن الشيعة المستقلون يعني هل مسحت الإنسانية من أكثرنا حتى ننظر إلى بشار الحمل وديع وهو يقصف بالدبابات ويقتل وينتهك حقوق الإنسان والجرائم ما شاء الله يعني غريبة عجيبة يعني تناقص جرائم صدام حسين وكلاهما بعث فنريد أن نبين للعالم لأن اليوم نحن الشيعة فقط هذه النظرة تعيق بعض البكريين الأحرار من تقبل فكرنا وسلوكياتنا على أرض الواقع تنافي ما نعتقد به يعني سلوكياتنا لا نبرر ما يجري من طرف بشار على أنه علوي ولست أعلم صراحة ما هذا العلوي يعني كما نريد أن طبعا بينا للعالم موقفنا من النظام الدكتاتوري المدعي للتشيع في طهران
نريد أن نبين أيضا موقفنا. اليوم العالم ينظر إلينا كمساندين أو مساندون إلى الشبيحة في النظام السوري. فأرجوك يا سماحة الشيخ وأطال الله في عمرك إن شاء الله أن تبين العالم موقفنا نحن الشيعة المستقلون الذين لا نميل للأحزاب وما إلى هنالك في قتل الأطفال والنساء في سوريا وجانب هذا النظام. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. سؤال هذا خلوني أنا أعلق عليه فورا. نعم تفضل. شوفوا حقيقة الأخ الكريم وضع إصبعه على الجرح، وعندي كلام كثير في هذا الموضوع، ويشهد الله أردت أن أتطرق أيضا إلى التفصيل في هذا الموضوع في أيام الليالي الحسينية حتى أبين أنه هل الوقوف مع هذا النظام الكافر السافل الموجود في سوريا، هذا النظام هل الوقوف معه ينسجم مع مبادئ الحسين عليه الصلاة والسلام أم لا ينسجم؟ ولكني أحجمت عن القول لما تعلمون، يعني ماذا نفعل مع مجتمع شيعي مهترئ تتقاذفه قيادات تسيسه وتسيس دينه وتجعل كل شيء خاضعا للمصلحة الضيقة التي تخالف المبادئ. أنا هنا فقط سأكتفي بكلمة واحدة امتثالا لما طلبه السيد الكريم، فقط هذه الكلمة، وأرجو من كل بكري الآن يسمعني أنه يحفظ هذه الكلمة مني جيدا. إياكم إياكم أيها البكريون أن تعتقدوا أنه نحن الشيعة الرافضة الحقيقيين الأصيلين البعيدين عن هذه الجهات المنحرفة والأحزاب الضالة المضلة والأنظمة الجائرة كذلك التي تنتحل اسم التشيع كالنظام الحاكم في إيران، إياكم أن تعتقدوا بأننا نقف مع هذا الظالم اللي اسمه بشار الأسد ضدكم، حتى وإن أنتم وقفتم كرارا ومرارا مع ظلمة ضدنا، إحنا ما نسويها، إحنا أصحاب مبادئ. أنتم وقفتم مع صدام الذي كان يجزرنا في العراق ويسفك دماءنا، أنتم وقفتم ولا زلتم مع آل خليفة بما يفعلون في البحرين، وتقفون مع آل سعود، وتقفون مع كل عادة الأنظمة التي تقتل الشيعة تصفقون لهم عادة، إلا من عصم الله منكم وما أقله وما أقله، نحن لا نبادلكم بالمثل. شوفوا أنا شخصيا الذي تعتبروني متطرفا، المفروض متطرف الشيعة يسموني هم، أنا لا أوافق أبدا، حاشا لله عز وجل أن يراني أن أوافق على قتل نفس واحدة من البكريين، نفس بريئة، بل أقولها هكذا، أقول من آذى بكريا فقد آذاني، شلون النبي صلى الله عليه وآله قال من آذى، نعم من آذى ذميا فقد آذاني، أنا أقولها أيضا للبكريين. أنا شخصيا أنا ما أوافق على هذا الشيء ولا يمكن أن أقبله، لأنه إذن معنى ذلك أتجرد عن مبادئي، ما أقبل أبدا ما أقبل. خلي يكون الذي خلي مو يكون علوي، طبعا هو مو علوي، هو يزيدي، أنا أسميه هكذا، هذا الحاكم في سوريا، هذا عمري، هكذا أسميه، مو علوي، خلي يكون الذي يقتل ويجرم وكذا، خلي يكون يدعي التشيع، خير إن شاء الله. احنا ابدا احنا مو نفس الثقافه البكريه اللي اي واحد يدعي شيئا نروح نصدقه ونصفق له، ولهذا سبب التشيع حر ينقد حتى رجاله، حتى الذين يزعمون انهم محسوبون على التشيع ما نسلم بهم ما نقبل بهم اذا كانوا يرتكبون المحرمات. هذا الذي يصنع الان في سوريا حرام، هذا سفك للدم الذي حرمه الله عز وجل. إحنا هذا بس هاي الكلمة خلف ليفهمها البكريون حتى يعرفون أنه أنا لا أريد لهم الشر، أنا لا أريد إفناءهم ولا أريد والعياذ بالله استئصالهم،
لا أبدا، لكم دينكم ولي دين، أنا كل ما هنالك أنا أدعوكم فقط، أريد لكم الخير، أريدكم أن تصبحوا مثل هذا الأخ، مثل الإخوة الذين تشيعوا، الذين اهتدوا بحمد الله تعالى إلى أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا فقط. فإن قسوت فإنما أقسو على من؟ على الذين أضلوكم. أقسو على عائشة لأنها أضلتكم، أقسو على أبي بكر لأنه أضلكم، أقسو على عمر، أقسو على بني أمية، أقسو على قرضاوي، أقسو على هؤلاء مشايخ السوء الأبالسة الذين أضلوكم وأبعدوكم عن الصراط المستقيم، أنا أقسو على هؤلاء. وأما أنه والعياذ بالله أستحل دماءكم أو أدعو إلى استحلال دماءكم، لا لا أفعلها، ولا أقابلكم بالمثل، أبدا لا أقابلكم بالمثل، ولا نقبل على أنفسنا. افهموا، الشيعة الأحرار الروافض الأصلاء لا يقبلون على أنفسهم أن يعاملوكم بالمثل. إحنا عندنا مبادئ، إحنا مبادئ أهل البيت عليهم السلام تحكمنا، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أي مظلوم؟ حتى لو يكون بوذي، حتى لو يكون هندوسي، مظلوم شرعنا يقول نقف معه. نعم قد تكون لدينا تحفظاتنا على هذا الذي تسمونه ثورة في سوريا، ولا شك نحن يعني لا نؤيد أي ثورة غير شرعية، لكن لا نقف أمام أي مظلوم يريد أن يتحرر من ظالمه أو من جلاده أو من سافك دمه، ما نقف، ما نقف ضدكم، ما نقف ضدكم. احفظوا هذا للتاريخ، لأنكم لا تجدون أحدا من طرفكم ينطق بمثل هذه الكلمة. افهموا أيها البكريون، احفظوا هذا الموقف، لأنكم لن تجدوا أحدا من مشايخكم يعمل بضميره الإنساني، ولا أقول دينه، يقول هذه الجرائم التي ترتكب الآن في البحرين وقتل النساء والأطفال وهدم بيوت الله عز وجل وإحراق المصاحف، يقول أنا أقف ضد ذلك وأأيد شعب البحرين. ما يسويه، ليش ما يسوي؟ لأنه مو صاحب مبادئ، يعمل على المصلحة، مصلحته تقول إذا أنا أأيد الثورة البحرانية الشيعة سيحكمون في البحرين، ما أريد دولة شيعية جديدة في المنطقة، ما أريد دولة خليجية شيعية. ما عنده مبدأ، ما عنده مبادئ. إحنا ما نسويها، إحنا ما نقول أنه إحنا لا نريد دولة ناصبية جديدة في سوريا، ما نقول أصلا، أصلا ما يهمنا هذا الشيء، ما دام الحق معنا ما نخاف من أحد. دولة ناصبية جاءت وولت، دول ناصبية كثيرة جاءت وولت، سحقها التشيع بماذا؟ بمبادئه. سحقها التشيع بالحق الذي يمتلكه التشيع. احنا ما تهمنا الدول ولا الأنظمة ولا نخاف أصلا، خلي تنشأ مليون دولة ناصبية، ما يهز فينا حتى الجفن العين هذه، ما يهز. قتل يقتلون، القتل لنا عادة وكرامتنا عند الله الشهادة، ما يهمنا. فقط احفظوا هذا يا أيها البكريون حتى تعرفون أننا لا نخون مبادئنا وإن عارضت مصالحنا، لأننا تعلمنا من أهل البيت عليهم السلام. أما أنتم لا، عندكم مشكلة أنه في الادعاءات المبادئ التي تزعمون أنها مبادئ تخونونها بطبيعة الحال، تعملون بمصالحكم فقط. وإلا قل لي بربك أي فرق بين الجرائم اللي ترتكب الآن في سوريا والجرائم اللي ترتكب في البحرين؟ هذا هو ذاك وذاك هو هذا، الظلم ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، ماكو أي فرق، هناك أكو قتل هناك أكو قتل، كل ما هنالك نسبة وتناسب، يعني نسبة وتناسب في الشرع الإسلامي ليس له محل، لأنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. حتى لو نفترض البحرين، نظام البحرين بس قتل نفس واحدة بريئة، هذا ما يغير من المعادلة شيئا. كلامنا في الإسلام، في مبادئ الإسلام، في مبادئ رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، مو قضية القلة والكثرة، الأعداد، الكيف، على هذا يتعلق المعيار. فإذا نرجو من البكرين أن يفهموا هذا الشيء جيدا، وأننا لا يحسبوا هؤلاء رموز الأحزاب والسياسيين والأنظمة والأمثال هؤلاء على أنهم هم الناطقون باسم التشيع الأصيل. لا، الذي ينطق باسم التشيع الأصيل في مثل هذا الزمان
هم المراجع العدول، المراجع التقليد العظام، العدول، العدول، مو أي واحد. والذين هم يثبتون أنهم أقرب إلى المنهج الرافض الشيعي الأصيل من غيرهم، هؤلاء يمتلكون حق النطق باسم التشيع. أما أمثال هؤلاء اللي طالعين وشعيط ومعيط وكل واحد يتكلم باسم التشيع، لا، هذا لا يمثل التشيع بشيء من بحال من الأحوال. أحسنت سماحة الشيخ، وخلنا نفتح مجال الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ لو سمحت عبد الله، عندي مداخلة لو سمحت. أنت عبد الله من لندن؟ أي نعم أخي، لو سمحت. إن شاء الله تكون مداخلتك مفيدة يستفيد منها الجمهور، تفضل. أشكرك أشكرك. والله أخ عبد الله، شيخك يعني ياسر هناك مغالطة في كلامي. تحدث قال أنتم آزرتم صدام، فتعرف يعني أنا كمواطن عراقي رأينا غالبية البعثيين كانوا من الشيعة. وبدليل ذهب صدام، انا اعطيك ادله، يعني هو يعني نرى الاحداث، يعني ذهب صدام دخل الامريكان، هناك جماعه الصدر هم شيعه وجماعه المالكي شيعه، يعني ليسوا سنه، قتلوا بعضهم البعض، فهؤلاء يعني كلهم شيعه، وصدر قال ان مالكي عذبنا اكثر من صدام حسين، فيقول انتم السنه عاذرتم صدام حسين، يعني ماذا يقول في الان؟ يعني لا يوجد صدام والشيعه يذبحون بعضهم البعض، ما 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 ما, ما قولي لو سمحت. بس هذا ما يعني مو مرتبط ببعض، يعني انت تقول هذا يقط بالكلمه، ما يبي يتناقش على طول. هذا مسكين يعني يتصور انه احنا نفينا انه اكو خونه يسمون انفسهم شيعه وتحالفوا مع صدام. هو الان اكو خونه تحالفوا مع ال خليفه يسمون نفسهم شيعه، وعمايمهم تلقاهم موجودين، ومع ال سعود ايضا. نعم. ومع ال خامنئي، يصير ال خامنئي؟ ما يصير خامنئي. هو هذا طبيعي، يعني اكو ناس يبيعون دينه فيمشون في ركاب الظالمي. خير إن شاء الله. شنو ربط هذا بذاك؟ إحنا نتكلم عن المجموع البكري، الإعلام البكري، رموز البكرية في عصرنا، وقفوا مع صدام أم لا؟ سووه شهيد لو لا؟ يعني الآن أكبر رمز للديانة البكرية من؟ تقريبا يوسف القرضاوي هو أكبر رمز للديانة البكرية، يعني شعبيته الطاغية. يعني إذا يسوون استفتاء الآن عند البكريين معظمهم يرجعون إلى من؟ إلى القرضاوي، إمام ال شنو يسمونه؟ إمام الاتحاد العالمي للمسلمين، ما أدري شنو كذا، لأنه ذاك شيخ الأزهر تدون طرطور الآن ما له يعني مقام، ما حد أصلا يقبل كلامه، يعني ما له ذاك التأثير. فالقرضاوي له ذلك التأثير، هذا الرمز، الوجه البكري الأول في عصرنا. سؤال سؤال، شنو كان موقفه من صدام؟ قارن موقفه من صدام بموقفه من القذافي. صدام لما قتل يعني أعدم، سوى لنا مناح الرجل وسماه شهيدا ما الشكل، وقال خطبة جمعة، وكان أيضا أتذكر أنه كان في قطر أول أيام العيد، وبدأ يذم وقام يقول أنه لا يجوز في الإسلام أنه أنه يعني في 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 الأشهر الحرم. وكان صدام كان كالليث ثابت واقف بكل جسارة شجاع يتشهد الشهادتين وكذا، وبدأ سوالك صدام خلص يعني ضحية وشهيد الأمة العربية والأمة الإسلامية مو هالشكل. في المقابل القذافي أفتى بقتله، قال أنا هم هذا شفته بعيني، قال من يتمكن الآن من الجيش الليبي من قتل القذافي فاقتلوه، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قيل له وكيف ننصره ظالما؟ قال بأن تقبضوا على يده أو تأخذوا على يده، فخذوا على يده اقتلوه. قال أنا أفتي لكم، أباح دمه، قال كافر بعد. ليش ما أباح دم صدام حسين لما كان يسوي مقابر جماعية في العراق في الانتفاضة الشعبانية؟ ليش؟ لما لم ينبس ببنت شفا حين ذاك؟ ليش ما أنكر عليه هذه الجرائم؟ ليش ما قال إذا هو ما يفرق بين المسلمين؟ مو هذا هو الادعاء؟ لأنه يدري أنه إذا قتل صدام حسين في أيام الانتفاضة الشعبانية تنشأ دولة شيعية في العراق، ما يريد دولة شيعية في العراق. فشوف ازدواجية المواقف، صدام حسين يطلع شهيد وحرام إعدامه،
قذافي حلال، وحتى ما تكلم أي كلمة لما قتلوه بتلك الطريقة البشعة، تمثيل سوى، والتمثيل في الإسلام حرام. ما أدري شفتوا اللقطات أم لا؟ نعم. تمثيل سوى به. كان يغني بموت مبارك، من سقط مبارك. أحسنتم، ونفس الشيء موقفه من مبارك. يعني إيش عجب، هذا هم كان حرام لما قتل القذافي بهذه الطريقة وعذب بهذه الطريقة. التمثيل في الإسلام حرام، ما يجوز. ليش ما وقف ضد ذلك؟ كأنه حتى القذافي في الأشهر الحرم هم كان، ما كان في ذي القعدة؟ أظن في ذي القعدة كان لما قتل. راجعوا التاريخ شوفوا، أظنه كان في بدايات ذي القعدة تقريبا. زين، فهم يكون من الأشهر الحرم. ليش إذن ما تكلمت ضد ما فعل بالقذافي؟ لأنه قذافي يموت ما راح تنشأ دولة شيعية في ليبيا. الشيعة في ليبيا أقلية ومعظمهم من المتشيعين. فأحسنتم، فالقضية هكذا. نفس الشيء شوف ازدواجية المواقف. لما صار الغزو الأمريكي للعراق شنو سمى؟ غزو والجهاد واجب، والله الله بالجهاد وحرام. هذا الغزو يأتون على ظهور الدبابات، ما الشكل؟ احنا ضد التدخل الأجنبي في بلادنا الإسلامية، هذا حرام وما يجوز. زين، والتدخل الأجنبي في ليبيا شلون؟ لما أجسته؟ والتدخل الأجنبي الآن في سوريا، فتوى جديدة نطلع، هو الآن آخر موديل القرضاوي، هذا موديلات القرضاوي في الفتاوى، آخر فتوى للقرضاوي أنه أبيح لكم أيضا جواز الاستعانة بالقوات الغربية في إسقاط النظام السوري. إذن شنو الفرق؟ هذاك استعان بالقوات الغربية، هذا استعان، بس الفرق أنه هناك شيعة، هنا بكريين، هناك يكرهون عائشة فخلي يموتون، خلي يندفنون، أما هنا يحبون عائشة فلازم نحافظ عليهم. هذا هو الفرق، هذا هو أصل الموضوع. القرضاوي ما عنده مبادئ، القرضاوي صاحب مصلحة وصاحب فلوس. أمير قطر هذا يدفع له فلوس، هذا يمشي على حسب كلام أمير قطر، أو مو أمير قطر، هذا اللي وجهه أنا كل ما أشوفه أتذكر نعال قديم جدا كان عندي، هذا وزير خارجية قطر، رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم، لما أشوف وجهه سبحانه أتذكر نعال كلش قديم كان عندي. المهم هذا هالشكل، هذا الآن بالتليفون يقول للقرضاوي قول هالشكل، لا تقول هالشكل، افتي هالشكل، لا تفتي هالشكل. إحنا لما نقول نوجه لوم لكم أيها البكريون أنه أنتم وقفتم مع صدام، لأنه بالفعل وجوهكم البارزة، قياداتكم وقفت مع صدام، هذا لا ينكره إلا مكابر. أما نحن في المقابل لا تحاسبني على ما أدري الصحاف تقول هذا رمز شيعي اللي صار مع صدام، لا تحاسبني على الصحاف كان شيعي يدعي يعني محسوب على أشياء، لا تحاسبني على هؤلاء، حاسبني شوف مراجعنا وقفوا مع صدام، يعني الوجوه البارزة للشيعة الذين يمثلون التشيع، الذين يرجع إليهم أكثرية الشيعة، وقفوا مع صدام؟ ما وقفوا مع صدام. وقفوا مع القذافي؟ ما وقفوا مع القذافي. وهؤلاء الآن وقفوا مع النظام السوري؟ لا، ساكتين، ما يأيدون. نعم خامنئي هذا خونا، قلنا من البداية هذا رجل سياسي وضع في موقع المرجعية، وما هو بمرجع حقا وصدقا، سياسي هذا واحد الشكل ركبوا عليه مرجعية، الأيام بلاش يركب كل واحد يخلوه مرجع، ما هو بمرجع الرجل، مو معترف به، ما معتد به في حوزاتنا، في أوساطنا العلمية، وحتى في الأوساط الشعبية شوية ناس مغترين به خارج إيران، بحرين، ما أدري شوية بالقطيف بالإحساء الأماكن، شوية يقلدوا شوية في لبنان، وهذا هو خلاص. عن جهل، عن خداع بالأبواق الإعلامية، مو قضية أنه رجل معتبر مسلم، ماكو هكذا شيء، لا سلطان جائر يعني. والمحسوبين كذلك على هذا النظام، يعني لا تجيب لي مثلا ناصر مكارم مثلا نعث لقوم تجيب لي اياه، هذا هم وعاظ السلاطين و مرجع حكومي، يعني مراجع الحكومة هذول مراجع حكوميين، لا أنت تعال اذهب إلى المراجع المعتبرين عند الشيعة، ما تجد منهم موقفا يؤيد ذبحكم على الإطلاق، ولا يقفون مع ظالميكم، وإن كنتم مع الأسف تبادلوننا العكس
ولا نسمع منكم صوتا مبدئيا وضميريا واحدا، ما نسمع. ولا تنكرون، ولا واحد منكم ينكر على القرضاوي أنه كيف أنت تقف مع صدام الذي فعل ما فعل في حق الشيعة، وتقف مع آل خليفة، وتقف مع آل سعود، ليش صوتك ما يلعلع؟ ها هنا هؤلاء أليسوا مظلومين؟ أليسوا يذبحون؟ أليسوا يقتلون؟ ليش ما تتكلم؟ شنو الفرق؟ مبررات الثورة، إن جعلت هنالك مبررات لثورة في سوريا، ليش ما تجعل نفس المبررات للشعب البحراني المظلوم، أو شعب المنطقة الشرقية المظلوم، أو أي شعب آخر؟ لماذا؟ شوف، هذول الحوثيين، مع أنهم هذول ليسوا شيعة، هؤلاء ليسوا شيعة، لا يغترن أحد منكم أيضا فيهم متشيعين شيخنا، لا، ماكو أحد، قليل جدا، تشيعهم تشيع منحرف، تشيع زيدي، والزيدية منحرفون خارجون عن التشيع الأصيل. لكن مع ذلك ليش القرضاوي وأمثاله هذول ما يؤيدون الحوثيين؟ وشون السبب؟ أيضا كانوا يذبحون، 6 حروب صار نظام علي عبد الله صالح ضدهم، كان 6 حروب. السبب أنهم، لأنهم بنحو ما ينتسبون إلى التشيع، بس هالشكل. نحن مو مثلكم، الحمد لله، الله عز وجل نزهنا عن هذه القذارات. إحنا ما نتلاعب بمبادئنا أبدا، إحنا نتبع علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، أنتم تتبعون معاوية مع الأسف لعنه الله. معاوية لما جاء إلى أرض صفين حتى يتحارب مع جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قضية مشهورة في التاريخ، احفظوها أيها البكريون، تتعلمون منها شوية معنى المبدأ، يعني شنو معنى المبادئ شنو. معاوية لعنه الله جاء وحضر قبل مجيء جيش أمير المؤمنين عليه السلام، فاستولى جيشه على كل آبار المياه اللي موجودة في صفين. فجيش أمير المؤمنين عليه السلام جاء، إلى الآن ما بدأت الحرب، طلبوا المياه، لأن الماء عندنا في شريعة الإسلام حق مقدس لكل البشر، كل بشر، أي بشر، حتى لو يكون كافر، ظالم، يهودي، نصراني، بوذي، هندوسي، حقه يطلب ماء، تعطيه ماء، ما لك حق تمنع من حق الماء، هذا حق جعله الله عز وجل لكل البشر. فهؤلاء تصوروا أنه معاوية شوية عنده إنسانية وضمير، يعني يفهم يعني شنو الحقوق الإنسانية الأساسية، قالوا تعال أعطينا ماء، ما قبل، لأنه يريد أن يميت جيش أمير المؤمنين عليه السلام عطشا، خصوصا في تلك الأيام والأجواء الحارقة. رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين نصح، أرسل له كتاب أنه خلي بيننا وبين الماء، هذا حق للجميع، ما قبل اللعين. فأمير المؤمنين اضطر أنه هو يذهب بنفسه، أخذ سرية من الناس، شوية جماعة، كشفهم، يقال في اللغة العربية، كشفهم عن الماء، أزاحهم هالشكل، طردهم، ما يمشي وياكم إلا السيف، يعني يلا خلص، كشف الماء. الآن أمير المؤمنين وجيشه استولوا على كل الماء في صفين. مر كم يوم، نظب الماء من جيش معاوية، فأرسلوا أنه نريد الماء، جيش أمير المؤمنين ما قبل، قالوا لا، مثل ما أنتم منعتمونا من الماء، إحنا هم نمنعكم من الماء. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال خلوا بينهم وبين الماء. قالوا يا أمير المؤمنين، بالأمس كانوا يمنعوننا، ليش إحنا ما نقابلهم بالمثل؟ قال لا، من عاملهم بالمثل؟ لماذا؟ لأنه علي مو معاوية، لأنهم أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم. فبالفعل أعطاهم من الماء، وطال القتال في صفين 100 يوم، وكانوا يشربون من نفس هذا الماء، مع أنه لو كان يقطع عليهم الماء شنو كان يصير؟ ماتوا، وكانوا يموتون، وكان ينتصر، تنتهي القضية. بس ما يعملها أهل البيت. رسول الله هم كان هكذا، لما رسول الله حاصر خيبر قالوا له يا رسول الله، هذا مجرى الماء إلى خيبر، نقطعه كلهم يجون يستسلمون، تنتهي القضية. قال لا، فيهم نساء، فيهم أطفال، ما نقطع الماء، إحنا ما نسوي مثلكم، لأنه إحنا أصحاب مبادئ، أنتم تريدون أن تتبعوا عائشة. عائشة كانت تعمل بنظام الاغتيالات، تغتال، توجه ناس إلى، اقرأوا تاريخكم، هو تاريخ الطبري مالكم، اقرأوا وشوفوا شنو يقول فضائح عائشة لما استولت على البصرة، تغتال الناس، كانت تفتي، اقتلوا هذا، اقتلوا هذا، استولوا على بيت المال. احنا ما نسوي نفس الشيء،
إحنا نعمل إذا افترضنا أنه مثلا أنا أحكمكم، أنا أعلن هذا أول قرار، بيان رقم واحد، من آذى بكريا فقد آذاني. هالشكل نسوي إحنا، لأنه شنو نريد؟ أن نحقن دماءكم في الحقوق الطبيعية المدنية الإنسانية، نعطيكم كل الحقوق، ما عندنا مشكلة مع الشخوص، مع الأشخاص، مع الإنسان بما هو إنسان. عندنا مشكلة مع ما يحمله هذا الإنسان، فنسقط، نحاول إسقاط هذا الذي يحمله، الأفكار المغلوطة التي لديه، العقائد المغلوطة، نحاول أنه نسقطها حتى نبين له الحق. أكثر من هذا ما نسوي، مو أنه لأنه ما يقبل كلامنا فإحنا نزجه بالسجن أو نقتله أو مثلا نضيق عليه، ما نسوي هكذا شيء. أحسن سمعت الشيخ. نعطي مجال للإخوان بعد الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخ عبد الله. حياك الله، من معي؟ وياك بشار من لندن. تفضل. تفضل أخوي بشار. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة. بس أحب يعني أنه يعني أحد القنوات البكرية، يعني عندهم قناة صفا، عندهم واحد اسمه الدكتور، يسمي روحه الدكتور طه الدنيمي، بس يكذب على الشيعة. يعني واحدة من الكذبات يقول انه الشيعة عندهم فتوى من رئيس الحوزة، الحوزة الرئيسية، في كذا كلام خريط، انه مسموح باللواط في نهار رمضان، وينسى انه ابن قيم الجوزية في كتاب بدائع الفوائد صفحة 603 تحقيق الدكتور محمد اسكندراني وعدان الدرويش، ينقل في الفصول عن احمد ابن حنبل، اذا خاف الرجل في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبك، والشبك بين قوسين هي الشهوة، أو تنشق انثياه لحبس الماء في نهار في زمن رمضان، قال يريد أن يستخرجه، قال عندي يستخرجه بما لا يفسد صيام غيره، كأن يستمني بيد أمته أو ببدن زوجته أو أمته الكافرة وله أن يطاعها، أو يستمني بيد أمته الصغيرة أو الطفلة الصغيرة. يعني أدري هالكذب على الشيعة وينسون أحمد بن حنبل وكلامهم ابن قيم الجوزية. أحسنت أخوي بشار، مشكور على مداخلتك، حياك الله. نعم. هو أنا بالفعل ترى أفرح أنه هؤلاء يتكلمون، لأنه الناس تكتشف كذبهم يوم بعد يوم. نعم. الناس تكتشف كذب هؤلاء، يعني هذا نتحدى، خلي يجيب هاي الفتوى، كذاب ابن كذاب. أكو فقيه شيعي واحد يجوز هذا الشيء؟ كذابين سفلة، ما عندهم غير الكذب والافتراء والتلبيس على الناس. خلي هذا أسلوبهم، الناس تقارن مستوانا العلمي وشلون طروحاتنا، وشلون ذاك الطرف بس ما عنده غير الأكاذيب، هو هذا بحد ذاته يكسرهم كسرا ويجتاحهم اجتياحا. نعم أحسنت مع الشيخ. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ منو معي لو سمحت؟ معك أحمد من الدنمارك. تفضل. تفضل أنت على الهواء مباشرة أخوي أحمد، تفضل. الله يعافيك حبيبي. الله يعافيك، حياك الله، تفضل. صلي ارفع صوت شوي. بس لو سمحت سمعنا من الهاتف لأن يتأخر صوت بالتلفزيون. شيخ طال عمرك. إي تفضل، حياك الله أخوي أحمد. يا أخي ما أدري بالنسبة للعن والسب. نعم. يعني إحنا على الهواء مباشرة، وإذا أنتم تسبون وتلعنون هالشكل، طيب هم شو راح يردون علينا بالمثل؟ نعم. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني كشيخ ومحترم وعلى الشيوخ وعلى الأمراء، كأنه وجه عال وكأنه وجه. نعم. ما يصير هذا على الفضائيات، الله يرحمه. نعم مشكور أخوي أحمد، راح نجاوب عليه إن شاء الله. مخرجنا ممكن بس فاصل قصير قبل هذا نجاوب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. سماحة الشيخ، قبل الفاصل اتصل أحمد من الدنمارك وتطرق إلى سؤال المعتاد اللي تكرر علينا مرات ومرات وجاوبت عليه سماحتكم بتفصيل ممل، بس ما أدري إحنا مشكلتنا إن كل برنامج يأتون أشخاص جدد يتابعون قناة فدك، نضطر إن نعيد نفس الأسئلة اللي من أول ما انطلقت قناة فدك من 6 شهور أو من شهر 3 اللي فات إلى شهر 12، كم شهر تقريبا؟ 9 شهور، نعيد نفس الأسئلة، لأن الحمد لله في توسع واستمرار. حتى قبل شوي في واحد البكري اتصل يقول أنا أتابع قناتكم ليل ونهار، فهذا شيء جيد أن البكريين يلتفتون لنا. فإحنا مشكلتنا مع الشيعة اللي كل مرة يتابعونا ناس جدد وعندهم نفس الأسئلة تكرر ونفس السؤال يجاوب، فلكم الخيار أنكم تجاوبونه أو ترفضونه. يعني ما أقدر طبعا أتوسع في الجواب لأنه هذا يأكل من حق المشاهد كثيرا، بس يعني كإشارات سريعة. أولا على الأخ إذا أراد أن يعرف التفصيل في الجواب على هذه المسألة يرجع إلى سلسلة محاضراتنا بعنوان تحرير الإنسان الشيعي، فإننا هناك أصلنا لهذا الخطاب الحاد وقلنا إنه مطلوب قامت عليه سيرة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، ونجده حتى في خطاب الله عز وجل في كتابه المجيد. هو يقول مثلا أنه اللعن والسب على الهوى على تعبيره، مع أنه هذا فيه نوع من يعني المبالغة إنجاز التعبير، لأنه إن وجد فإنه يجد أنه البحث الآن طوال هذه الساعات كان بحثا علميا. إنما لا أتحرج أنا حينما أذكر أسماء قتلة وأعداء أهل البيت عليهم السلام ورموز الانحراف، لا أتحرج من لعنهم ولا حتى شتمهم، ما عندي مانع في ذلك. هذا فرق من أنه يقال أنه هذا ماكو غير سب ولعن، لا أكو غير سب ولعن، وإنما سب ولعن جاء في حدوده في موارده المحدودة فقط، وجاءت لأننا لا نتحرج من العمل بهذه الوظيفة. هو يقول أنه إذا كان هذا السب ولعن على الهواء هكذا، فإذا كيف يكون الجواب أو كيف سيجيبوننا هم في المقابل؟ نحن نقول لا يهمنا هذا الشيء، خلي يجيبون أي شيء، خلي يكون ردة فعلهم أي ردة فعل، مو مهم. إذا أشكلت علينا في مثل هذا فأشكل على الله عز وجل كذلك والعياذ بالله، لأنه ماذا قال ربك في اليهود؟ قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا حقرهم كثيرا. فالآن سأل نفسك هكذا، يعني اسأل نفسك أنه ماذا ستكون ردة فعل اليهودي لما يقرأ الكتاب المقدس للمسلمين ويوصف به بأنه حمار، أنه حمل التوراة ثم لم يحملها، إذن حمارها. إذا كنت تقول هذا يعني كلامنا نحن لما نحن نتحدث بالسب واللعن على تعبيرك هو منفر للآخرين، فإذا كتاب الله منفر ولا يقول بهذا مسلم، لأنه ها نحن نرى يعني الواقع يكشف أنه اليهود يؤمنون حتى مع وجود هذه الآية في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هذه الآية تكشف واقعا، نعم هذا الذي يحمل التوراة ولا يعمل بها وينكر ويجحد نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هذا مثل حمار يحمل أسفارا، بعد واضح. فكذلك لما نحن مثلا ننال من عائشة أو أبي بكر أو عمر، هؤلاء من أقذر مخلوقات الله عز وجل، لأنهم أضلوا الناس، خلقوا دينا آخر، ليس مهما التعبير، المهم من يمتلك الحق، من يمتلك الحق من الطرفين، هذا لا يحاسب على ألفاظه حتى وإن كانت شديدة في مواردها الشرعية المجازة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. السب والشتم واللعن على تعبيرك يعني سوء من القول، لا يختلف في ذلك أحد، والله أجازه في مثل هذا المورد، فالمسألة واضحة.
أحسن سمحت الشيخ، ناخذ بعض اتصالات الأخوة، باقي لنا تقريبا البرنامج 23 دقيقة تقريبا. السلام عليكم. عليكم السلام أخ عبد الله. حياك الله أخوي بشار، لو سمحت ممكن تعطي مجال حق إخوان الثانيين متصلين؟ هو سؤال واحد وبسيط. نعم. الله يخليك. ممكن باختصار جدا أخوي بشار، الله يخليك، تفضل. أكو بكرية أو بكري نسمي روحه، ما أدري روحه، أم عمر، تقول عمر الفاتح وعمر الذي جلد عميرة ألف مرة. نعم. أفتهم من هو عميرة هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما أدري ذولا بعض الإخوة ليش يعني هالشكل يكتبون وليش هالشكل يسوون. هذا أخو واضح هذا شخص شيعي أو امرأة شيعية هالشكل تعبر عن نفسها أم عمر وما هي بأم عمر، هذا واحد شيعي هالشكل يعني. أحسنت. يعني جلد عميرة يعني بمعنى أنه أجلكم الله كان يستمني كثيرا، فعمر هالشكل كان يعني. ناخذ اتصال. هذا مو ملائم ترى للعلم بالنسبه للقناه يعني، هذا احنا راح نسوي كنترول على موضوع لازم نسوي ان شاء الله حتى نقلل منها. السلام عليكم. احنا سمحت الشيخ من باب احنا اعطينا توصيه حق الاخوان في المسجات انه يعطون نوعا ما حريه ان الواحد بس الاخوان صاروا ينقلون نفس الكلام اللي قلته، راح ان شاء الله نسوي حظر على بعض الكلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ عبد الله من معي؟ تحية للشيخ. الله يحييك. حياكم الله، أهلا وسهلا. من معي؟ محمد الإدريسي. الشيخ هيج عواطفي لهيجاء القارادوت. حياك الله أخوي محمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. أخوي محمد باقي من الوقت تقريبا 17 دقيقة باختصار لو سمحت. نعم. تذكر زوج أبيات. نعم تفضل. كان عندي عندي أربع قصائد تشطر عليها، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، هذه مازال ما قلتهاش. نعم تفضل. إذا كان الإسلام له ناطق كالقرادوت والزغبي شيات القذافي المسلوتي والكوس والقرافي تاع المغرب هذاك والقرافي ذي العرض المفلوت ويهمل شيعة علي وأهل البيوت فلعن البكرية كل وقت موقوت واشرب على دينها بالبنزين والمازوت. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذا الأخ محمد الأدريسي هذا ما شاء الله، هو هي دائما هذا دعبل خزاعي عصرنا، هذا في هجائه لهؤلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. سمحت الشيخ، أنا ترى عندي دائما أسئلة تأتي عن طريق النت ويحاولون إن طبعا مو عن طريق القطرة، عن طريق عندنا مجموعات في الفيسبوك ويسألون أسئلة ويأمنوني إني أوصلها لسماحة الشيخ. أنا حاول أقطع الاتصالات على الأخوان لفترة معينة. في الحين موضوع في البحرين أصبحوا يسيسون القضية الحسينية، يعني في محرم اللي فات أصبحت رواديد البحرين تذكر قضايا الثورة في المجالس الحسينية كالأطمية عندهم مثلا دوار اللؤلؤة ويتذكرون على الثورات، ثورة 25 أو ثورة فبراير. ف هل هذا يجوز أن قضية الإمام الحسين تسيس ويذكر فيها الثورات السياسية؟ شوفوا عموما نحن لسنا مع تسييس المنبر الحسيني، ولكن الكلام ينتقل ها هنا إلى ما المراد بهذه الثورة، هو هذا هو البحث الأساسي. إذا كانت هذه الثورة البحرانية في دوار اللؤلؤة أو غيره كانت ثورة من أجل يعني ثورة عقائدية بالأصل، يعني حقيقة ثورة رافضية، فأصلا طرحها على المنبر لا إشكال فيه مطلقا لأنه ليس تسييسا. نعم. السياسة لا يمكنك أن تفصلها عن الدين، لأن السياسة جزء من الدين، الدين فيه سياسة، يعني فيه نظام حكم، فيه تعامل في الشؤون السياسية، هذا شيء واضح. الإشكال هو هذا، لما نقول تسييس الدين يعني شنو؟ يعني جعل الدين خاضعا للمصلحة السياسية. ف
فلذلك يتلاعبون بالدين، فمثلا يطلعون بالدوار اللؤلؤ مثل ما نقلوا لنا ايامها انه قال لهم لا تقولون يا حسين لانه هذا شعار طائفي، ما نريد انه الثوره البحرانيه. وايام الحسين يذكرون اي واحد اتصل بالمكتب، انا كنت موجود، صار العكس، اتصل بالمكتب واحد، يمكن نقلت انا هذا سابقا، اتصل بالمكتب واحد حول لي عادل، حول لي التليفون قال لي هذا الان ده يتكلم من دوار اللؤلؤ، فقال لي شيخ انا احنا نحييكم كذا، نطلب منكم الدعاء وكذا، بس نقول لك هذا الشيء انه احنا جماعه هاونا بتريين ما يستحون يواجهوننا لما احنا نقول لبيك يا حسين، يقولون لا تقولون شعارات طائفيه. هذا كان بدايات التجمهر في دوار اللؤلؤ قبل الاحداث، يعني بدايات الثوره. قلت سبحان الله، اذا كان هذا هو اذا هذا ما راح ينجح، وبالفعل هم شفتوا شنو صار. يعني هذا اللي مستعد، طبعا هاي قياداتهم، قيادات ذول الجمعيات المنافقة، يقول لك لا تصبغ الثورة بصبغ بلون طائفي، تقول انت لبيك يا حسين يعني انت بس شيعة، خلي احنا نبين اخوان سنة وشيعة، هذا الوطن منبيعة، مو هالشكل، على حساب انه شنو تدفن اسم الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذا جعل الدين خاضعا لماذا؟ لمواقفه وآراء السياسية وطريقة تعاطيه مع الطوائف الأخرى والحكام والجهات المختلفة وما أشبه. فهذا ما يحصل لا دنيا ولا آخر، عادة ما يحصل لا دنيا ولا آخرة إذا كان ممن ينتحل التشيع، سبحان الله. أما إذا نفترض كان منذ البداية يسوي مثل ما سووا الأفراد، الأفراد ما قالوا إحنا أخوان كرد وشنو وعرب ما أدري هذا الوطن من بيعه، ما قال، من البداية كلمتهم واحدة، احنا قومية مظلومة داخل العراق نريد حقنا، حصلوا من سنة 91 حكم ذاتي بقرار دولي. يعني انت لازم تعبر عن نفسك، الى متى تذوب نفسك في الاخرين ممن خطهم غير خطك؟ يا اخي انت الطائفة المظلومة في البحرين، الاخرين مو مظلومين، ليش تريد توهم الناس انه لا هذه مو ثورة طائفية؟ خلي يقولون عنك ثورة طائفية، قول انا شعب مظلوم، هذا طلبي، اريد ان يعني ارتاح من هذا الحاكم الظالم، وشوفوا شلون الامور تمشي بعدين اذا اتقنتم العمل السياسي جيدا. اذا كان الامر هكذا وكان المراد من امثال هذه الثورات اقامه الدين حقيقه، يعني مو انه تقوم ثوره وبعدين افرض هذا لا اله الا الله، لا اجيب اسماءهم احسن خلي يولون، هذا يجي يحكم مثلا باسم التشيع، افرض هذا يصير الحاكم، هذا راح يقبل انه مثلا احنا نروح البحرين وقناة فدك تنطلق من البحرين مثلا، او يقبل انه منبرنا هذا يكون في البحرين واحنا نتكلم بهذه الصراحة، ما راح يقبل، يخلينا هم احنا بالسجن مثل ما الان في ايران. فاذا ليست ثورة، يعني ما راح يقبل الكلام على عائشة مثلا، يقول لك لا ام المؤمنين لازم نحترم، اذا شنو الفائدة من وراء هاي الثورة؟ ما تحررنا من شيء، شنو الفائدة؟ نعيش أحسن، يقولون إيه إنه شو اسمه ما انثور، قصدي انثور حتى على الأقل نزيح آل خليفة، نعيش يعني بكرامة، مو هالشكل تعبيرهم، نعيش بأمن ما يقتلونا، خو طريق إنه تعيش بأمن مفتوح حتى مع وجود آل خليفة، خو المسألة واضحة. أي واحد يفتهم سياسة ولو ألف باء السياسة يفتهم إنه الطريق مفتوح، والوا آل خليفة كلكم وصيروا تحت طاعة عمياء لآل خليفة، شوفوا شلون تعيشون مرتاحين، تأكلون تشربون تنامون، مو هالشكل؟ مثل ما في عمان الآن الشيعة يأكلون يشربون ينامون، أحد يقتلهم في عمان الشيعة؟ ما حد يقتل. مثل ما الشيعة في الكويت يأكلون يشربون ينامون، لآل الصباح ما يقتلونهم لأنهم خاضعين إلى آل الصباح، السمع والطاعة للأمير المفدى، هالشكل يقولون معممين ومطايحين الحظ. فالقضية هكذا، إذا تريدون مجرد أن تعيشوا تقولون نريد نعيش، مو ماكو نريد نعيش، اخضعوا لحكامكم، وهذا ما تساعد عليه التقية أيضا، التقية تساعد، وروايات كثيرة عندنا أنه يعني قبلوا حتى بالحكام الجائرين وانتظروا الظهور، ظهور الإمام صلوات الله عليه، هذا اللي ناقشناه احنا مفصلا في الليالي الحسينية لمن أراد. فليش ما تمشون بهذا المسار؟ إذا كان فقط المراد أن تعيشوا، إذا كان المراد
خلص الآن هؤلاء الذين تحالفوا مع آل خليفة منهم معممين منهم تجار منهم كذا مو شيعة أكو قسم شيعة مو عايشين أحسن عيشة مرفهين وعندهم حتى قصور وإمكانات وعطايا من جلالة الملك مو هالشكل خو ليش ما تسوون مثلهم يقول لك لا إحنا عندنا كرامة مو هالشكل زين عندك كرامة خو خلي كرامتك كرامة دينية لأنه أنت ده تخدع نفسك إذا تقول أنا أريد أزيح آل خليفة وبنفس الوقت الحكم المستقبلي سيكون في البحرين يمنع القضايا الطائفية يعني ماكو حكي على عائشة ولا أبي بكر ولا عمر إذا نفس الحجر موجود نفس الإرهاب الفكري موجود ما عندنا متنفس في بلادنا أنه نحكي بصراحة وبحرية شو استفدنا إذا فأولا شوف الجواب على هذا السؤال هو هذا أولا حددوا هذه الثورة في أي اتجاه تسير إذا كانت الثورة عقائدية بحتة بتوسط الشأن السياسي والعمل السياسي فنحن معها لا شك ولا ريب وحين ذاك المزاوجة بين طرح الشؤون هذه والشؤون الحسينية المعتادة على المنابر لا إشكال ولا غبار عليه أما إذا كان على هذا المسار يعني قضية سياسية بحتة باسم التشيع فلا لا تطرح على المنابر ليش تطرح على المنابر تخلي الناس يلطمون على دوار اللؤلؤة ليه يلطمون على دوار اللؤلؤة القضية هكذا لابد أن ينتقل الكلام إلى ماذا إلى الأصل نعم سمحت شيخ خمس سؤال ثاني هو سؤال أخير قبل أن ننهي البرنامج بعض الأخوان أو الأخوات بعثوا لي رسالة في بعض الممارسات العادية المباحة في شهر محرم هل هي تجوز أم لا مثل وضع العطور والحناء وكذلك مضغ بعض اللبان في أخت تقول إحنا نمضغ في لبان إذا كنا فرحانين أو شيء عندهم عادة أو شيء فهذه الأشياء هل هي مباحة أو مكروهة في يعني شوفوا يختلف باختلاف المصادق يعني والموارد عموما وإجمالا مثل كل ما هو متعارف على أنه يخالف حالة الحداد والحزن فهذا مما لا ينبغي للمؤمن أن يقوم به فإذا قام به متعمدا وكان يعني ظاهرا أمام الناس أنه هذا من مظاهر الفرح وهو قاصد لذلك قاصد للفرح في مثل هذه الأيام التي كانت سوداء على آل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يخلو الأمر من إشكال بل من حرمة إذا كان هكذا يقصد ولكن عادة الناس ما تقصد هذا الشيء يعني ماشي على طبيعتها المهم واحد لازم يلاحظ العرف العام هذه مسائل عرفية عموما ينبغي لكل مؤمن لكل مؤمنة أن تجتنب عن هذه الأمور التي تنافي حالة الحداد والحزن والعذاب هذا هو المطلوب نعم سمعت شيخ كذلك عقد مثل عقد الزواج أو العقود هو هذا أو عقد مثلا هذا مما أو ينبغي اجتنابه ثم ماكو بركة افتتاح مشروع من حيث طبعا الأصل الشرعي من حيث الأصل الشرعي هذا مباح يعني واحد الآن يعقد في محرم يعقد في صفر من دون مظاهر يعني فرح وبهجة وما أشبه هذا ما في إشكال مباح على الأصل الشرعي ولكن من ذا يفعله ويتحمل النتائج يعني تتوقع أنه في مثل هذه الأيام واحد يعقد ويحصل بركة مثلا في عقده مثلا أو يفتتح شركة مثلا وكذا ويحصل بركة من وراء ذلك نعم إذا كان بعد هذا مضطر يعني ما عنده وسيلة للمعاش إلا هكذا لازم يفتح صار بعد ظروفه الشكل ألجأته هذا ما في إشكال المهم الشيء الذي لديك فيه المندوحة كما نحن نقول يعني الشيء اللي ممكن تأجيله الشيء اللي ممكن أنه واحد يأخره في مثل هذه القضايا فواحد ينافي عينا واحد يحسب القضية هكذا أنه كأنه الآن توفي مثلا لا سمح الله والدك توفي مثلا شخص جدا عزيز عليك توفي ابنك ما أدري زوجتك كذا شلون تكون حالتك ما تفكر في هذه الفترة في الأيام التي تتلو ذلك ما تفكر أنت لا بفتح شركة ولا بعقد ولا بما أدري أي شيء من مظاهر العطور وما أشبه لا يعني سبحان الله إنسان بعد فطريا تلاقي منشغل بس بالعزاء وبلملمة الجراح كما يقال فالمفروض خلال هذين الشهرين حيث توالت المصائب والرزايا على أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم إلى يوم التاسع من ربيع إلى يوم الثامن من ربيع الأول إحنا في حالة حداد وحزن
أم بعض الناس مع الأسف يغفلون عن ذلك أنه إلى نهاية صفر، يعني مع شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، بس يدخل ربيع الأول بعد يخلع السواد. هذا غلط. السواد يستمر إلى يوم الثامن من ربيع الأول. لماذا؟ لأنه نهاية صفر عندك شهادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، زين، بعدها بخمسة أيام يعني يوم الرابع أو الخامس من ربيع الأول مصيبة الهجوم على دار الزهراء البتول صلوات الله عليها بقيادة الوغد اللعين عمر بن الخطاب لعنه الله، وقتل المحسن الشهيد أو المحسن الشهيد صلوات الله عليه، فهذه مصيبة. بعد ذلك يوم الثامن هم عندك شنو؟ استشهاد الإمام الحسن الزكي العسكري صلوات الله عليه. فهذا كل موسم عزاء، هذا ربيع الأول من اليوم الأول إلى الثامن، هذا الأسبوع تقريبا هذا عزاء، مو أنه واحد يخلع السواد، بل على العكس. الرواية عندنا في يوم التاسع من ربيع اللي هو العيد، عيد المشتهر عند الناس بفرحة الزهراء عليه السلام، يعني عيد مقتل عمر لعنه الله، الرواية هكذا تقول: ويوم نزع السواد. لاحظوا الرواية، رواية طويلة هي عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيصف أوصاف يضع لهذا اليوم، يوم مثلا هلاك الطاغية، يوم ما أدري كذا، يوم كذا، يوم الغدير الثاني، ويوم من بين الأوصاف ويوم نزع السواد. يوم التاسع من ربيع نشيل السواد، ننزع السواد احنا بس، أما ما قبل ذلك كله احنا لابسين السواد إشعارا بالحزن والحداد على المظلومين من عترة الرسول الخاتم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. أحسنت سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسك، نشكرك على تواجدك و... الله يبارك تقريبا ثلاث ساعات من وقتك. الله يعزك، إن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله جميعا، إن شاء الله بوركتم. هذا ما لدينا اليوم أعزائي المشاهدين، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم والعن أعدائهم.